أحسن الله إليكم ونفع بعلمك. يقول في سؤاله الآخر: هل يجوز للمصلي عندما يصلي الوتر ويدعو بدعاء القنوت أن يمسح وجهه بكفيه بعد الفراغ من الدعاء أم لا يجوز ذلك؟ وما الصواب في المسألة؟ الأمر في هذا واسع والحمد لله. إن مسح على وجهه بعد الدعاء فهذا ورد فيها حديث، لكنها ليست بالقوية، وإن ترك المسح فلا حرج عليه، لأن المسح ليس بواجب، بل وبعض العلماء يرى أنه ليس بسنة، لأن الأحاديث الواردة فيه قولون لا تصلح للاحتجاج، وبعضهم يقول إنها لما كثرت قوى بعضها بعضا فدلت على السنية. على كل حال المسألة فيها خلاف، ولا ينكر على من ترك مسح وجهه بعد الدعاء ولا على من فعل ذلك. نعم. أي كان الدعاء سواء قنوت أو غيره، في أي وقت دعا، سواء في صلاة في قنوت أو دعا خارج القنوت أو بعد الصلاة النافلة. نعم.